تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة تقسيم الريسة الجديدة المخصصة لأهالي توسعات ميناء العريش البحري، حيث أكد المحافظ على أن التقسيم يقع على مسافة قريبة من توسعات ميناء العريش. وقامت المحافظة بتنفيذ التقسيم لصالح المواطنين في توسعات الميناء من أصحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة، حيث بدأ بعض المواطنين في البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة، لافتا إلى إعفاء المواطنين من رسوم الرخصة الجديدة للبناء والتي تصل إلى 60,000 جنيه في التقسيم أو بالبناء على أراضي يمتلكونها. احنا اللي قلنا مصلحة بلدنا فوق كل مصلحة، وقلنا مصلحة بلدنا فوق الأول. أنا عارفة إن المشروع ده مشروع قومي ولازم فايدة لبلدنا كلها، وإن ما كناش إحنا نستفيد بيه ولادنا إن شاء الله بكرة هيستفيدوا بيه. بنبني برخصة القديمة من غير أي فلوس، من غير أي حاجة.